بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله يا شباب. طبعا عايزين نتكلم في فكرة تشغيل شبكة بنظام البرود باند، واحنا اتكلمنا قلنا البرود باند هو أقوى الأنظمة في الحماية، مفيش اختراقات، طبعا نسبة وتناسب بسيطة جدا جدا عن الهوت سبوت أو اليوزر مانجر واختراقات الكروت. احنا اتكلمنا قلنا أكتر من مرة ممكن حضرتك تعمل وحدة رئيسية في البث زي الروكت الام 2 من الأجهزة القوية جدا جدا، وتقدر تفعل عليه طبعا خاصية الاير ماكس ويشتغل مع الاكسس ال جي ال 6000 او ال 5000. وقلنا افضل شيء ان الاجهزه ال 5000 او ال 6000 ما فيش فرق كبير، اهم شيء التعديل الكويس للاكسس وتكون شغال على سوفت نانو ستيشن الام 2. تاني شيء يا شباب ان حضرتك طبعا ده الجهاز اللي بيبث معانا هو الروكت الام 2، هتستقبل بالاكسس ال جي سوفت وير كويس قوي، هتختار ترددات زي ال 2 و5 ال 2 و6 وال2 و7 وال2 و3 ال2 و4 انتشر كتير طبعا في الجو الفترة الأخيرة، وقلنا في رواتر من الشركات وفي عروض كبيرة وعندك نسبة نيوز عليه وعندك تشويش احنا اتكلمنا طبعا يا شباب وقلنا ان المايكروتيك هو العامل الرئيسي ان انت تقدر تشتغل من خلال الرواتر طبعا او الاكسسات اللي موجوده معاك تبي لينك، لان في بعض الرواتر بتشتغل بنظام البرود باند زي ال 531 او ال 532. اول حاجه طبعا زي ما قلنا ان احنا هنشتغل مثلا على راوتر بورد كويس قوي زي ال 750 جي ار 3، وبعد كده نبدا نحول طبعا في فتحه الوان اللي موجوده في الاكسس بوينت او الراوتر بتاعي وتبدا تشتغل عليها، وهي بتكون معظمها باللون الازرق في رواتر تيبلينك او اكسسات تيبلينك. احنا بنتكلم يا شباب ان في رواتر طبعا بتشتغل بنظام البرود باند تم تعديلها الفتره الاخيره ال 531 او ال 532، بتبدا تدخل عادي على المايكروتيك زي ما احنا شايفين كده. طبعا في قوامه التراب البي او 3 بي زي ما انتم شايفين، احنا حاليا ربطنا والاكتف موجود معايا اللي هو اليوزر نيم والباسورد اللي هو 1 2 3 ونفس الماك بتاع الراوتر اللي موجود معايا او الاكسس اللي موجود معايا اللي هو اخره اي 1 زي ما انتم شايفين يا شباب، ونفس الفكره بتشتغل بدون اي مشاكل دون ان انت طبعا تتعب نفسك وتبدا ان انت تحتار ازاي هتوزع للعميل وازاي طبعا هتبدا ان انت تشتغل زي انظمه الشركات زي ما اتكلمنا قلنا وي او اتصالات او فودافون. ده النظام اللي تقدر تريح نفسك بيه وتقدر تحدد طبعا جيجات للعميل وتقدر طبعا تتابع كوتة العميل وتقدر تقفل عليه بدون اي مشاكل وتبدا ان انت توزع من الاكسس بتاعك ده واي فاي للموبايلات تابلتات كل شيء دون الحاجه لصفحات الهوت سبوت. وقلنا مشكله الهوت سبوت ان هو سهل الاختراق، وقلنا مشكله الهوت سبوت طبعا لو العميل بيجيب طبعا موبايل او عنده اكتر من موبايل او لاب او عنده طبعا السفارات اي بي تي في، فكل شويه صفحه الهوت سبوت بتظهر، فدي بتكون بعض المشاكل اللي بتظهر للعميل فيما بعد، يقعد يقول لك طبعا مش عاوز صفحه الهوت سبوت تظهر، غير لي الصفحه، طبعا شوف لي موضوع للصفحه ده. فده اسهل طريقه واحنا شرحناها طبعا فيديو على المايكروتيك وطريقه البرمجه. النهارده طبعا شفناها زي ما انتم شايفين كده، يعني الطريقه عملي امام الجميع، يا ريت تكون الموضوع طبعا سهل وبسيط وصل للجميع. اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.